الايدين اللي عاوزه تشتغل بتعمل المستحيل. لو لسه ما اتخرجتش مش ممكن تفكر في شغل، احنا فكرنا نعمل ويب سايت يساعد السياح ان هم يشوفوا مصر بشكل مختلف، يعني بدل ما ياكلوا برجر ياكلوا كشري. كوننا تيم ونزلنا جمعنا كل المعلومات وما بقاش فاضل غير التمويل. دورنا كتير لغايه ما سمعنا عن مبادره موبينيل، قدمنا واتقبلنا وعملنا شركه نفذت الويب سايت، وبكره لما هنتخرج بدل ما هندور على شغل هنبقى اصحاب شغل. مبادره موبينيل لتاهيل وتشغيل 200,000 سنة.